الخفة والنشاط والحيوية يوم عن يوم تزيد ويوم عن يوم إن شاء الله يا ربي من أحسن لأحسن كل الناس اللي تشاهد فينا وضيوفنا الكرام بالأخص والأنسب أكيد اللي لازم تتابعوا ليبيا لايت. لو حابين أنتوا تكونوا في نفس الخفة ونفس النشاط ونفس الحيوية ولازم يكون عندكم عزيمة وأمل وإرادة وقوة شخصية وقوة إرادة بالنسبة لموضوع النقص في الوزن. لو حابين تنقصوا لو حابين تكونوا عندكم نمط حياة مختلف وجديد وصحي ومفيد وبسيط وسهل ما عليكم اللي انتم تتابعوا ليبيا لايت. معي انا امل قليوان ومع خدوجة صبري ومصطفى بركوا امل نوري. صباح الخيرات. صباح الخير امل. صباح الورد وصباح السعاده وصباح الخير عليك وعلى كل الستاف اللي معك ونتمنى لكم يوم جميل. يومنا جميل علينا وعليك يا رب العالمين. مصطفى صباح الخير. ايوه ايوه لا من بدايتها هيك شو الاخبار؟ كلم فيك على فكره. انا صار كنت ايوه مستعجل. صباح الخير. شو الجو؟ صباح السلام عليكم. شو حالك؟ شو حال صحتك؟ تمام الحمد لله. احسن اليوم؟ ايوه احسن كويس اليوم. انا باهي ان شاء الله ديما. ما سريع يقول علاش انت هيك من بعدين هذه خاطري نعرف في حاجه شكلها مخليتها مبسوط ومخليتها فرحان يعني. موعد اوكي تنقل بعدين. اقتربت شكل عرفت انا من غير تكلم ما انت قلت موعد كاني عرفت انا تو. بدي اخذ وجه. صباح خير. صباح النور صباح السعادة صباح الطاقة الإيجابية يا رب العالمين وإن شاء الله ديما صباح الطاقة الإيجابية وصباح الفلات والوردات والياسمينات والإشراقات الجميلة على كل من يشاهد فينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا سواء داخل أرض الوطن ليبيا أو خارجها. نتمنى لكم يوم سعيد ونتمنى لكم أيامات جميلة دائما تذكروها بكل الخير وبكل الانبساط يا رب العالمين وبكل الحاجات الحلوة وكل ديما يكون مع الناس اللي تحبوهم ويحبوكم ويخافوا عليكم يا رب العالمين ويطولكم ديما في عمار الناس اللي تحبوهم. طبعا هذه ديما احنا نبوها فإن شاء الله يا رب العالمين ديما حاجات حلوة في حياتنا تمشي وتمر علينا. خلينا نشوفوا زي ما مر علينا أمس كيف مر علينا. نمشي نشوفوا هالتقرير الخاص بحلقة أمس ويوم أمس ومن بعدها نرجع نتكلم شوية في تفاصيل مع ضيوفنا. يوم أمس وكان بالنسبة لنا ولضيوفنا ومشتركينا في ليبيا لايت كان مميز شوية لأن مشو داروا نشاطات مختلفة وفي حلقة أمس كان في شوية مناوشات بين بركة وبين أمل وبين مدى وخدوجة ففي حاجات فرحان على خطرها. بركة شن هي؟ أنا بكري قلتها لأمل. لا
ليش؟ أنا العصفورة متاحة طلعت في آخر حلقة. في حاجات مناوشات كويسة في لامز. أنت خيرك مبسوط اليوم، هو إن شاء الله ديما، لكن خيرك مبسوط اليوم بزيادة. بزيادة ما أقول. ومعها أبيض وحاجات. إيه هو يقول لك لما تبي تودع حد البصلة أبيض. أنت مازال ما فيش بتودع ليش بتودع؟ مازال. هو أنا بنصدم كان يعني كان بيديروا حاجات تانية حتى أنا بنصدم معك يعني. إيه أنا قاعد حسب فهمت إنه غضوة آخر يوم في الحلقة يعني الواحد الحمد لله بيرجع للماكلة أنت فخر كاش جديد وحاجات إيه يا حسرة بالله قولي حسرة كلهم على بعضوا 10 أيام حرام عليك لا لا بص عليك إن شاء الله يعني أول يوم بإذن الله يعني بمنتم بإذن الله حنرحي أي حاجة في تونس أي حاجة ترتاح في تونس حنرحيها بإذن الله وبعدها خلاص نبدأ من جديد أنا وسيدة ملتم ونبدأ الحياة بجديد إن شاء الله خدوجة بدو خدوجة بالنسبة لهم أمس كيف مشي بصفة عامة هيك من الحلقة اللي بعدها لليل متأخر كيف مشي معك؟ أمس كان كويس هو كان يوم البحر أمس اللي عندي فيه حتى أنا شوية عصافير قالوا لي حاجات فبعدين بنعرف قلت لك حتى أنا عندي عصافير قالوا لي حاجات بعدين بنعرفوها أمس لا والله أمس واليوم شنو أمس واليوم؟ تنقول لك لا أمس أمس شني أمس شني فت شوية المعتاد أمس غشوني بشوية لوز واحد من الشباب يحبني جاب لي شوية لوز مشيت روي واحد للغرفة درت شاهي أخضر بدون سكر وحطيت فيه هذيك اللوزات شوية وشربت زعميتها طاسة باللوز لأنني ليا علاش تعرف علاش لأن أربع أيام ما كليتش في ناس موافقين لك عليه ولا لا أنا لا هذه أول مرة أنا سرقة حقيقة نعترف بها يعني مش هلبة كمية كبيرة شوية يعني أنت شوية هذا برك يسرق في حاجة لا لا يعني اللوزات عرفتي اللوز الأحمر اللوز الأحمر كل واحدة قسمت على اثنين يعني لا لا مش يعني مش كمية أنا بس دفيت لأني أربع أيام ما كليتش باي ان شاء الله ان شاء الله ما ياثرش هالموضوع وبعدين كان العصاير طول اليوم العصاير واحنا كنا في البحر وجينا ودرنا طاقه يعني وتحركنا ويعني لا يعني كان حلو برضو يعني في تغيير حلو ان شاء الله ديما يكون في تغيير إن شاء الله. بالنسبه لي امل امس كان يوم حلو طبعا لان البحر حبيبي البحر هذه ثاني مرة لكن المرة اللي فاتت كانت كورنيش والمرة هذه بحر بحر حقانية وطبعا الصدمة أني هناك كنت جايبة معي حواجي كنت بنعوم بندير غطسة في الصقع فلقيت البحر مش مساعد مش مساعد فدرت يوغا أمس شوية طلعت شحنة هذه حطنا معلومة أنا بعدين سمعتك إن في موضوع دار بركة قلت هاي خلينا نبدا المجهود معاه خلينا نعد بعده بالهدهد شنو الموضوع اللي درته؟ كما لقيتني واقف لقيتني راقد شنو درت؟ لقيتك راقد لقيتني واقف لقيتها واكل عرفتي في الليل تسارق وواكل ثاني عشر وفايت الهدنه خديت العصا هو يجري ونجري فعقب اللي هضمك ثلاثة في الواحد فكان يوم حلو طبعا مع الجو عرفتي هو البحر الموجة حلوة غيرنا جو يعني الحق يعني درت جو حلو أنا وبركة غيرنا جو حلو إن شاء الله ديما يا رب العالمين من الأجواء الحلوة اللي أحلى منها وإن شاء الله هاليومين ما يكونوش اللي فضلت لأن احنا وصلنا تقريبيا حاليا 10 حلقات برنامج ليبيا لايت فما زالنا حلقتين انت ما تنخلعش لان ما زلنا حلقه اللي هي لها علاقه بالدايت ايه الاخيره هذيك خيطه فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون خفيف عليكم وعلى كل المشاهدين يا رب العالمين وما تكون شك فيه بعدها الحمد لله كملنا لا لا بالعكس تعرفي حتى امس في طاقه ايجابيه شفتي لما حكينا يوم لما مشينا للمدينه القديمه كانت في حاله ثانيه امس على البحر كانت في ايضا وجدانيات يعني عرفتي حتى مصفى وأمل كانوا بروحهم يهيجوك بروحهم وأنا انطلقت بروحي خدوجة كانت مدارة خيال في البحر بعدين قمزنا احنا ثلاثة نلعبوا ما عرفناش نلعبوا أي لعبة ما يصرعش منها هذه نبيها بعدين أنا أصلاً أتكلم معكم فيها لما بنعرضوا التقرير بتاع الرياضة الخاصة بتاع أمس اللي هي علاقة بالبحر حنبي نعرف منكم تفاصيل أكثر على الموضوع اللي لعبتوه واللي درتوه عادي انتو الظهور ودارنا مرمع لعبة بعدين شوف شنو صار قالوا لها بري دوشه ما عادش لقيناها لان يكلمونا الشرطه قالوا لها لقيناها في الجزائر مدام لا لا غير ولا حب المخرج يغير شويه من ما نستغناش عليكم
ايوه كيف لعبنا طرب طربقه بعد طربقه انا اللي بنعرفها اصلا قالوا لي عليها لكن ما عرفتهاش فنبي نعرف اصلا شنو هي اللعبة عليها لا مش تو عندها اربع اسامي هي ما انا مش نعرفها نمشي تنفضل أيوة. يقولها أيوة. أيوة. يلا نمشي لي تقرير خاص بي صباح أمس باش نعرف منهم حتى هم شن صاير فيهم بالنسبة لفطورهم وكيف مشي بالضبط بالنسبة للصبح أمس وشن كلوش شن مكلوش شن شربوا شن مشربوش في كان أكل ما كانش في أكل شن الأجواء اللي كانت موجودة حنعرفهم من خلال هالتقرير ومن خلال ضيوفنا بعد شوي. أمس نهار كامل كنا نشوف في ديتوكس جعت ليك فش حسيت روح كامل كان حلو تغيير جو يعني احنا قبل بيوم برضو غيرنا جو أمس كان أحلى جو كنا بغابة كي جميلة طاقة حلوة يعني هواء نظيف صحي فكنا فعلا حركة نشاط يعني الحمد لله بشينا أكثر على فكرة نسافر لأن كانت الدنيا ماشية نتراب تعرف تراب هو بيعطيك أكثر طاقة تتحرك يعني لغاية أمس هو لينا عرق بالفعل يعني فأمس كان يوم حلو ما جعتش يوم أمس؟ إطلاقا أمس بالذات سبحان الله وأنا قبل ما نجوعش لكن أمس ما فيش يعني يعني فعلا هم لما يديروا في الوجبة والعصائر هذه يعني يعني إحنا نقولوا حاجة بسيطة ولا لكن هي سبحان الله يعني حاجة سبحان الله يعني فعلا يعني حاجة جميلة رائعة يعني إحنا مكملين في الريجيم واليوم مش كملوا مع ديتوكس ايه فتفضل خذ فطور اليوم يعني يلا بسم الله اوه 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 يوم تغييرات شويه ليمون اربع اليوم هذا شيء اللي بنشربهم كلهم نعم مش نبداو بالديتوكس لولانية أول واحد هذا زي العادة وهذا العشية وهذا الظهر وهذا العشية كنوا معنا في ليلة الأيام غلابة أقول النوض واحد ولا ما نس ما نيجي ضاعف أنا. اشتبي تواصل أخي. هنا شو نكمل؟ نكمل الدايت. إيه. كمل الدايت. يلا. اشرب شاشيش بديتول. برا أرجع. لا. افتح الصندوق. افتح الصندوق أساس جابيني دار وصل جابيني سيارة مرأة وسيارة وأنا مستفيد هكذا. ما شاء الله هذا الفطور الصبح نشرب هذه اكيد لا اي حاجه فيها خل صح هذه ولا ديتول ديتول نفس ديتول وديما ممكن تحافظوا عليه ما ادري لو سمحت نبي مستقبلا مش نبي مش تو فضل ثانك يو على هديه صراحه ممكن نشربها تحت البطانيه عادي شكرا شربوا خذيها كامله لا وكذا ما هو كل يوم قدام الكاميرا مش بضيف حنشربها يعني حنشربها ما فيش يا ربي ربي يحفظكم ان شاء الله مع الجوني يا ربي هبه في ثاني لا هبه شكون هي البرتقال بركه شكون هي البرتقال هذا فحل امي هذه ممكن تخليها عليه بارك الله فيك ممكن تشرب كتر قاعده هي فيك تشرب حنشربها تحت البطاريه فم واحد صدقيني هي نفسها سردها الشيشه هي نفسها هي هي كلها هيك مبوط نتاعها الاخ ما تخلميش غرط له خلوني نرقد يا حم ولدك يا حم ولدك وخلوني نرقد بار
فوفو تعالي خشي، نحسبك عم تخديش النظافة. صباح الورد، سكر بس هذا سقع شوية. كانت تنظف هنا يا نحسابك عم تخديجة. شنو أخبار اليوم؟ الحمد لله لباس، انتي لباس؟ الحمد لله، أنا هيك اليوم شكلك فايقة بكثير. ايه كانت عم تخديجة تنظف شوية وبعدين طلعت خلت الباب مفتوح، نحسبها هي بترجع فافتكرتك عم تخديجة. طلعتي وفاء، تبي تجلسي؟ ايه ولا تبي ناكله؟ نقعدوا؟ وانتي مش تكتشف شو موجود في الصندوق؟ لاني اليوم من الصبح جعت الحق، امس ما جعتش نهائيا الحمد لله، قومت يعني، لكن اليوم من الصبح نايضه جعانه. فاضي؟ مرات فاضي. ما نعرفش لك ترى؟ لا تكي، انا فيه. ما نعرفش بك حاجه كبيره هيك. بك بتدلعنا اليوم شكرا، ما نعرفش تو نشوفه. البارح بالعصائر جعت ولا ما جعتش؟ لا لا. الحق امس شبعت واستمتعت اكثر بالفروبيه طبعا. كان معاه بشكوت بس تكتمل الخلطه بس حلو، وتعرفي حتى هو مسقع شويه هذا الفروبيه بس حاجه من الاخير، مش مكتل معنا قصدي مش دسم حلو، يعني تشربيه براحه. شربته وروحت دوشت صليت ورقدت لتوا. بدري شوي نوضتني عمتي خديجه قالت لي بنوضي تعالي نبي نفتح تلفزيون، قلت خلينا نشطب على الموبايل قبل نشوف الانترنت. هاي توكلنا على الله. بسم الله. تترارا يا سلام يا سلام، هذا هو الابصور. اوف اوف اوف، كلها شربات ديتوكسات كلها. يا سلام شبه امس، شبه امس. باين مو في فرق بين وختامها مسك، يعني ختامها فرق بين. باين اليوم بنبدو بشني بهذا كالعادة. يا سلام، يعني ناخذوه قبل ولا توزني ولا ما فيش ميزان اليوم؟ ما فيش ميزان الحمد لله يا ربي، معناها على بركة الله. بسم الله. مش جمال تبي؟ ما تحبيش؟ ايه حلو بس حامض شوية اليوم، لكن خفيف مش زي اول يوم ثاني يوم، شكل القرفه اخف يعني. ما بيش نقول مكونات لكن كمل بعدين عادي عادي. قريب تبكي انت حسبية كمل بعدين. طيب يعني اذا ما فيش لا لحمه لا حوته لا دجاجه لا شيء، إذا في شربات اليوم.